الجمهوري عشان نتعرف منه عن الوضع هناك. اهلا بيك يا حسام. اهلا. حسام. نعم، يعني يستمر توافد مئات المتظاهرين الى اعتصام الحرس الجمهوري منذ صلاه الظهر، وصلت مسيره قادمه من ميدان ربيع العدويه تعزيزا للاعتصام. المنصه اذاعت منذ قليل ان الكابتن محمد ابو تريكه والسيد عبد الحق سيصلون في مسيره تضم عددا من كابتن محمد ابو تريكه ومين؟ والسيد عبد الحفيظ. والسيد عبد الحفيظ. نعم، سيصلون في مسيره تضم عددا من اعضاء الالترس الى مكان الاعتصام. يعني يعزز الاعتصام هنا المعلومات المتداوله حول ان دار الحرس الجمهوري هو المكان الذي يحتجز فيه الرئيس السابق محمد مرسي. تمام. المعتصمون سيبداون بعد قليل رسم جرافيتي على دار الحرس الجمهوري كما اعلنت المنصه. الجرافيتي سيضم صورا للشهداء الذين قتلوا هنا اول امس. لاحظنا اليوم، يعني بغض النظر عن الايام السابقه، تكثيف الحراسات على مداخل الاعتصام والمزيد من تدقيق الهويات والتفتيش من قبل لجان حمايه الاعتصام. طيب حسام، هل في اي اشتباكات او يعني اعمال عنف امام دار الحرس الجمهوري؟ الوضع الان هادئ جدا. يعني وانا احدثك الان وصلت مسيره قادمه من شارع الطيران من ميدان ربيع العدويه لتعزيز الاعتصام، وتعلن المنصه تباعا على ان هناك مسيرات اخرى تتوجه من ميدان ربيع، يعني ميدان ربيع العدويه، كي اضعك في المشهد، ميدان ربيع العدويه ودار الحرس الجمهوري يعني يوصل بينهما شارع فقط، فهذا ما يسهل عدد المسيرات التي تصل من ميدان ربيعه منه واليه من دار الحرس الجمهوري. طيب زميلنا حسام يحيى من امام دار الحرس الجمهوري، شكرا جزيلا لك.